حياكم ربي وبياكم وأسعدني وإياكم. أنت جاهز وأنت جاهزة تسمعون حديث عن أهم شيء في حياتك، هدف كلنا يبحث عنه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأمير والحقير، المسلم والكافر، كل من على هذه الأرض يهمه إجابة هذا السؤال، وهو: هل أنت سعيد؟ هل وصلت للسعادة؟ وإذا لم تكن سعيدا ماذا تنتظر؟ هل تنتظر السعادة تنزل عليك من السماء أو تتفجر عليك من الأرض أو أن يقدمها لك أحد هدية، أو تنتظر بس متى تأتيك من أي باب أو من أي مال أو من أي منصب؟ اسمع هذا الحديث الذي أرجو أن يغير مفهومك للسعادة وطلبك للسعادة. اسمع معي بقلبك. ها، في أحد الدورات في أحد المدن الأمريكية حضرها الآلاف، عدد ضخم، يلقيها المدرب المعروف جون سي ماكسويل عن السعادة وكيف تتحصل على السعادة وطرق السعادة وأسباب السعادة، المهم كلام حول هذا. كان حاضر في الدورة طبعا زوجة جون سي، فلما تم دورته فتح باب المداخلات والحوارات، فرفع أحد الحضور يده فأذن له بالسؤال، فقال: يا أستاذ جون، السؤال ليس لك. قال: لمن؟ قال: لزوجتك، لأنه يعلمونها موجودة. ممكن؟ قال: تفضل. فقال: السؤال لزوجة جون: هل جون يسعدك؟ يعني هل جون يسعدك؟ فتبسم جون، هو عارف الإجابة مسبقا أنه سوف تقول نعم وتمدح وتثني وتنتظر إجابة نموذجية من زوجتي. اسمعوا ماذا قالت. أجابت إجابة صادمة، قالت: إن جون لا يسعدني. أول من صدم جون زوجها، اللي الآن الناس ينظرون إليه أنه من أسعد الناس، ينظر للسعادة وما هي السعادة وكيف توصلها وكيف تحصلها. أول من صدم هو، ثم قالت كلاما أزال الغشاوة. قالت: لقد تعلمت منذ أن تزوجت جون أن السعادة قرارك أنت، أنت من تقرره، لا تنتظر من أحد أن يسعدك أو يعطيك السعادة. أعظم من ذلك وأفضل من ذلك وأخير من ذلك ما علمنا إياه ربنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. الله يقول ماذا؟ قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن السعادة الحقيقية وهي أعظم سعادة، سعادة الإيمان، لابد أن تبذل في تحصيلها، لابد أنت أن تجتهد في تحقيقها، وهي الإيمان. إذا كان الله عز وجل ماذا يقول؟ والذين جاهدوا فينا، بذلوا الأسباب وسعوا في التحصيل، لنهدينهم سبلنا. الكلام للجميع، لا تظن وتنتظر من زوجة أو مال أو ولد أو مجتمع أو الذي حولك أن يسعدك إن لم تسعى أنت لإسعاد نفسك. على فكرة هنا نقطة أختم بها، في مشكلة عند الناس في أمر معين بين السعادة وأسباب السعادة. تعملتم؟ بعض الناس عنده خلط بين السعادة بذاتها وبين الأسباب الموصلة إليها. بعض الناس يظن أن الأسباب الموصلة للسعادة هي السعادة. أوضح، بعضهم جعل السعادة أن يكون عنده المليارات المال، وبعضهم جعل السعادة عنده أن يكون صحيحا في بدنه، وبعضهم جعل السعادة زوجة حسناء جميلة تحبه ويحبها، وهكذا. ليست هذه السعادة، هذه من أسباب السعادة، هذه مقومات وأسباب وطرق ووسائل توصلك للسعادة. ويبقى السؤال الأهم الآن: هل هذه الوسائل والطرق فعلا توصلك للسعادة الحقيقية أو الوهمية الوقتية؟ هذا إذا كلام ثاني. يعني السعادة الحقيقية الدائمة التي تمتد من دنيا إلى آخرة، وبين سعادة وقتية ولذة زائلة سرعان ما تزول، أو قد يشوبها ما يشوبها من الكدر وإن كنت تظن أنها سعادة. هذه نقطة مهمة جدا، لذلك لابد فعلا نعطي هذا الموضوع حقه من الاهتمام والبحث والتحقق. هذه سعادتنا، هذا هدفنا، مطلبنا. لابد نعرف ما هي السعادة وكيف نفرق بين السعادة الحقيقية والسعادة الوهمية.
وكيف نعرف الطرق الحقيقية الموصلة للسعادة الحقيقية فنطبقها، ولا بد نعرف ما هي الطرق الوهمية التي نظن أنها توصلنا إلى السعادة الحقيقية فنتجنبها. هي حياة واحدة، ما عندك فرصة ثانية على فكرة. إما أن تحيا حياة السعادة في الدنيا ويقودك ذلك إلى سعادة أبدية في جنات ونهر، أو تكون شقيا تظن أنك سعيدا سعادة يشوبها ما يشوبها من الهم والكدر وعدم وضوح الرؤية، وأخشى أن تكون من أسباب أنك لا تسعد السعادة الحقيقية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. مشاركة، ويبقى نسمع آراءكم، أنتظر ردودكم. حياكم ربي وسددكم وبارك فيكم وأسعدكم. إجاباتكم كلها جميلة تصب في المصب الذي نريده، وهي أن السعادة الحقيقية في الدنيا تقودك إلى السعادة الأبدية في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسعادة الحقيقية هي سعادة الإيمان والطاعة والسير على سنة سيدي ولدي عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يمنعك ذلك أن تتنعم بأسباب السعادة المقومات في الدنيا من ملذات وشهوات، إن كانت فيما يرضي فاطر الأرض والسماوات، فهذا ما يعينك على أن فعلا تتلذذ بالسعادة الحقيقية. ديننا لا يمنعك أن تتلذذ بما أباح لك من زوجة ومال وأولاد، وأنت بزوجك ومالك وملذات أباح الله، ديننا لا يمنع من ذلك. رسولكم تزوج النساء، أكل اللحم، أكل الحلوى، أكل العسل، هذا ديننا دين متكامل. ومما يتناسب مع موضوعنا أبيات ممكن قد سمعتوها مني عدة مرات، خلنا أبذكم فيها مرة أخرى. أقول فيها: ودك بطيب العيش والصدر يشرح ذكره إله الكون مالك حياتك، سجدة خضوع بليل والعين تطرح دمع الرجاء مرسول يحكي شكاتك، يلي براك الشوق في الخلد مطرح ونفسك تبي الفردوس قمة مناتك، إلزم حياض الدين إياك تفرح واصبر ترى البشرى حزت وفاتك. اللهم أسعدنا السعادتين، السعادة الحقيقية في الدنيا بالإيمان، والسعادة الأبدية في أعالي الجنان يا رحيم يا رحمن.